وهو بيان من اللجنة الأولمبية الدولية اللي فاجأت العالم كله ببيان اليوم على الموقع الرسمي للجنة. البيان لم يحتوي على أي قرار رسمي بأن الأولمبيات هتقام في ميعادها أو هيتم إلغائها أو تأجيلها، وساب كل الحلول مطروحة بحيث أن ممكن تقام الأولمبيات أو لأ. حاولنا نختصر لحضراتكم أبرز النقاط في البيان المطول اللي صدر بالفعل من اللجنة الأولمبية الدولية، وأبرز هذه النقاط كالتالي: العالم بيواجه وباء عالمي في وضع غير مسبوق، ولسه قدامنا 4 أشهر قبل ميعاد أولمبياد طوكيو، وكل القرارات خلال الفترة الحالية متاحة. عندنا رغبة في إقامة أولمبياد طوكيو في ميعادها، ورغبتنا جاية من تأكيدات رئيس الوزراء الياباني وزيرة الأولمبياد اليابانية اللي بيأكدوا استعداداتهم لاستقبال الأولمبياد. أيضا أحد النقاط الهامة في هذا البيان: كل قراراتنا هتكون مسؤولة وتضع في حساباتها مسؤولية حماية اللاعبين أولا وحماية مصالح الرياضيين واللجنة الأولمبية الدولية. وزي ما أنا قلت لحضراتكم أن مصلحة اللاعبين بتكون فعلا هامة جدا، وأكيد اللجنة الأولمبية هتتخذ في اعتباراتها مصلحة اللاعبين، ممكن تخضع للموافقة على رغبة اليابان أو رئيسة الوزراء في اليابان بإقامة الأولمبياد في ميعادها أو لأ. هرجع أكمل مع حضراتكم نقاط هذا البيان: تم اتخاذ بعض التدابير بتأجيل مراحل التصفيات في مارس وإبريل لأن نسبة 57% من اللاعبين تأهلوا بالفعل، وباقي نسبة 43% من اللاعبين لم يتأهلوا، وبيتم متابعة الوضع الحالي من خلال منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية، وفي حالة انتهاء الأزمة هيتم تحديد مواعيد للتصفيات للمجموعة التي لم تتأهل من اللاعبين. وفي اقتراحات أيضا تم وضعها لمواجهة أزمة إلغاء التصفيات، وأن مراحل التأهيل ممكن تكون من خلال التصنيف الدولي لكل اتحاد، أو من خلال تصنيف الاتحاد القاري، أو من خلال أرقام آخر عام لكل لاعب، ودي كلها حلول مطروحة أمام اللجنة الأولمبية إن هم يستعينوا بآخر أرقام أو رانكينج للاعبين بشكل عام في حالة إن اللاعبين ما قدروش إن هم يخوضوا هذه المنافسات. من الممكن النظر في زيادة أيضا عدد المتأهلين في حالة عدم إقامة التصفيات، لأننا في وضع استثنائي حالي، وواضح من البيان إن الأولمبية الدولية عندها رغبة في إقامة الأولمبيات، وإن اليابان بتحاول إنها تتجنب أي خسائر مالية قد تتعرض ليها في حالة عدم إقامة الأولمبياد. يمكن بنتمنى فعلا أن الأولمبياد تقام في ميعادها، وأن إن شاء الله أزمة كورونا تكون انتهت مع حلول موعد الأولمبياد.